هاي المرة شو عم تعمل عنا بالشركة؟ كأنه كترانة جياتها لعنا؟ متقاسمة شغل مع وكالتنا وقلعت يا جان بيك شغل سيارات كبير بالمقابل. أنا عم أقول هيك لأنه أمير بيك رح يتضايق لما يشوفها بالوكالة هون. حياتي متخيلة ألين رح تفوت على الشركة بدون علم أمير بيك؟ شكلهم بلشوا ينسوا المشاكل وأمير بيك عم يسامح ألين، بتشوفي قريبا بيتصالحوا. غريب شايفتك كتير متفائلة وإيجابية اليوم. عادي، ليش في أحلى من هيك؟ يلا بشوفك. طيب قسمت الشغل ليعرف كل حدا فيكم شو شغله بكرة. لوريس انتي رح تبعتي هاي بالإيميل، ريهام اتصلي بكل الموجودين بهي القائمة، وبكرة 6 الصبح كلهم لازم يكونوا بموقع التصوير. وجيبولي خيارات الكاست كمان. المفروض نحن نمشي هذا الشغل بدون ما ندخل ألين، وما رح نسمح لها تحكي أي شيء. الكل فهم؟ فهم. جيجي عندك موضوع الأكل أساسا. مزبوط، وعم اشتغل عليه. صباح الخير. مرحبا. العمى اجت فجأة، مو معقول كيف فجأة نطت. كأن مبلشين قبل ما اجي؟ نحن من الأساس هون عم نشتغل من دونك ألين، فالأحسن إنك تتعودي على هذا الشيء. نحن بدينا بالاجتماع وماشيين صح بكل الأمور. أنتي اشربي شاي أو قهوة أو فيكي تتمشي شوي إذا بدك. شو؟ لا تتولدني دارين، من شهور وأنا عم اشتغل على هذا المشروع، كل شيء جاهز، لا تضيعوا الوقت. في تصوير بكرة، لازم نبلش، تعالوا. لوين؟ خلصنا اجتماعنا شي؟ اجتماعنا ما خلص، وقفوا. رحتوا وراها ركض؟ ألين فيكي تنزلي تستني على طاولة الاجتماعات تحت. ايه بعرف لوين بدي روح، وجان جاية، دقيت له قبل شوي. لا تتأخري كتير بالنزلة مشان تلحقي الاجتماع، أحسن ما تزعلي إذا طلعتي من المشروع. خبيثة، عن جد خبيثة. أنا بدي الكل يكونوا جاهزين، رح نكون على طاولة الاجتماعات بعد 10 دقايق. جيجي أنت تعال معي. جاهز. سلام. هاي المرة بتخوفني كتير وقت شوفها، ما بعرف لما بشوفها بحس حالي بمدينة أشباح، بحسها بلا روح مو مثلنا نحن. مشكلة كيف أمير بيك كان على علاقة مع هيك مرة، هذا الموضوع الغريب. أي والغريب أكتر اللي هلأ عم يعملوه. تخيلي اشتغل بنفس المكان مع حبيبي السابق، بعرف هالحركات متحضرة بس ما بتناسبني. وجان بيك هيك انفصل عن بولين وبيلتقي فيها. شوفت عينك، بولين ما عم تتزحزح من الشركة كل الوقت هون. بس هدول الاثنين غير، هلأ متصالحين، يعني مو مثل أخوه. بولين خانهم أجلة السفر ورح تضل هون لفترة. انتي شو عم تحكي؟ تعرفي صار مثل ما توقعت، يعني أنا قلت لحالي أكيد رح يتصالحوا. الله يسعدهم لك. آمين. الله يسعدهم ويكملوا الحياة مع بعضهم وبعد على الجنة سوا، يعني يكون حبهم أبدي. بدي روح على شغلي. بدنا نقارن بين الميزانيتين عنا وعند ألين. متأكد بدك تشتغل معها؟ صار عندها حجة لتجي على الشركة. إيه؟ إذا أنت ما عندك مشكلة، كيف وضعك مع ألين؟ عادي أخي، خلص خلي الموضوع يمشي مثل ما بيريحك. جان شكراً لأنك موجود جنبي. شو هالحكي، نحن أخوة. الصباح حكيت أنا وبولين عن جد انفصلت عنها. حاولت تتخبي بس مبين إنها مقهورة. شو صار؟ شو المشكلة؟ علاقتنا ما عم تزبط، الأحسن ننفصل. علاقتكم ما عم تزبط مو؟ إذا حكيت كلمة واحدة زيادة بتموت؟ أنا دائماً موجود معك. جان بيك، ألين خانهم تحت ناطرتكم مشان الاجتماع والجو كتير متوتر. يلا جاي. وين جيجي ريهام؟ بيكون عم يتعالج نفسيا. يا ريت أنا كمان ياخدوني على العلاج. في عنا شوية أفكار جديدة مشان التصوير تبع بكرة، برأيي خلينا نبلش فيها بالأول. ألين بعتت لي ملف فيه كل شيء بنشتغل عليه بلا ما نضيع وقتنا، رح نكمل منه. عنا تصوير بكرة الصبح، خلينا نركز عليه هلا. ألين، باقي تصاميم المنتجات العضوية من عنا بتجهزها دارين وبتعطيك إياها لتعرفي تفاصيلها، ونحن منكمل فيها. ايه متفقين. بكرة في 60 شخص بالتصوير، وفي أشخاص من طرف مفيدة خانهم لأنه ما فيها تجي بسبب الشمس. سامر بيك بكرة جاي؟ سامر ما حكينا معه لسامر. آخر حدا قابل سامر ريهام. ريهام بظن أنت آخر حدا قابله. هو حيكون معنا بكرة ولا لا؟ ما بعرف لأنه ما حكينا بالموضوع قصدي. المهم منكمل الاجتماع، ما هيك؟ ريهام عم تسجلي كل شيء؟ ايه طبعا اكيد.
منيح اجيتي. انا ما اجيت ام انت اجيتي؟ شو حلو هذا الموضوع بيصير بين اي اثنين على فكره. يا الله ما عم صدق انه هون كان مستودع. اصلا ما لازم استغرب انه صار حلو هيك. بكفي ريهام عملته بايديها. لك شغله هالبنت اي شيء بتلمسه بصير بجنن. حبيبتي ريهام اي اكيد بتعرف شغله هذا المكان كتير طالع رومانسي، يعني بيقدر الشاب يتقدم لحبيبته هون. ايه طبعا، بتعرفي اني قلت نفس حكيك هاد لريهام، قلت لها انه لو في عندي حبيبه كنت بجيبها لهون وبتقدم لها، بس المشكله انه ما عندي حبيبه. ما في عندي حبيبه بنوب. شو بدك بالحبيبه؟ برايي هاي القصص مو مهمه جيجي، حتى انا ما عندي حبيب. والله ايه. لك حزير، شو بدي اعترف لك بشغله؟ ايه ليش سكتتي؟ قلتي لي بدك تعترفي وبعدين شربتي قهوه. خلص ريهام يلا اعترفي، لا تخجلي، يلا قولي لي، عم اسمعك واقف. ما سبق وحبيت ابدا. كيف ما سبق وحبيتي؟ عن جد؟ والله عن جد. يعني ما عطيتي حدا فرصة من قبل؟ مو مجربة؟ غزال وكذا، معقول ما حبيتي أبدا؟ معقول ما كان في عندك حبيب؟ ليش ما كان عندك حبيب؟ ليش ما عطيتي حدا فرصة؟ وليش عم تقولي لي هالمعلومة؟ ليش هلأ بالذات لتقولي لي إياها؟ فهميني ليش ما كان عندك حبيب؟ ها؟ أنت هلأ حملتيني مسؤولية كتير كبيرة، ليش ما كان عندك حبيب؟ ليش ما حبيتي؟ يلا خبريني. شو صار لا؟ عادي، ما صار هيك لأنه ما بحب هالأمور ببساطة يعني. كيف هيك؟ رح تدمري للي معجب فيكي، كيف ما بتحبي هاي الأمور؟ بيصير هيك يا جيهان؟ هلأ صار لازم يعمل أحسن شي عنده ليوصل لك، أصعب شي المرات الأولى، شو كنتي عم تعملي بهالعشرين سنة؟ لك ليش عم تصرخ علي؟ شو مفكر حالك؟ العمى؟ لك إذا بدك تطلع متعيط بروحها؟ لا 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 تروحي، استني استني استني، أنا هيك توترت شوي لما سمعت المعلومة مو أكتر، بس خلص ليكي هلأ ما عاد فيني شي، مبين إني ارتحت مو؟ توترت من هالمعلومة؟ هلأ مانك متوتر؟ لا بنو منيح لك عن كفك. وي كفي. وطالما قمت هلا خليني امشي وانت صرت احسن. يلا تروحي؟ شوفك. ماشي. خلي طاقتك هيك قوية دائما. ايه قوية قوية. ايه هيك بدي. ماشي بعجبك انا. والله هالمعلومة حملتني مسؤولية كبيرة لأعرف أوصلها، مو بهالسهولة. إن شاء الله خير. الله يسلم ايديك ويرزقك معلم رستم على البيض العضوي اللي جبت لنا اياه، كثير مضطرين عليه. تكرم عينك، يعطيك العافيه. يلا عن اذنك. اذنك معك، بشوفك. وهيبه لمين تركتي البقاليه؟ تركتها لاهل الحاره، هنن كثير امينين، جيران ومنتساعد. بصراحه اجيت لعندك لرجع لك المحل. الي انا؟ جد عم تحكي؟ ايه الله. يا الله شو هالخبر الحلو. قرار نهائي؟ قرار نهائي بصراحة. أنا واعدة هنيك طق قلبي. سلامتك. خلص ما عاد أقدر أتحمل. إذا مليت وجنيت بتعرفني بصير وزع البضاعة على الجيران وبفضي البقالية وهيك بنخسر. وأنا ما لازم هيك أعمل. قاعدة ومقلة وعم فكر إنه كيف رح يضيعوك هالعارضات الحلوات وموقع التصوير وهالقصص كلها. الصراحة غرت. المهم تعال خلينا نروح على البقالية. تعال معي. لا وهيبة ما فيني إجي هلأ، في عندي شغل، بدي تستنيني كم يوم بس وبرجع على البقالية. تمام؟ مشان موقع التصوير في عندي شغل. لا أتركه كله بلا موقع التصوير. يا الله ليش شبه؟ ليش أتركه؟ ليش ما فيني روح على موقع التصوير؟ بيأكلوك العارضات، موقع التصوير عالم كتير خطير. أنا رح أتاكل؟ إيه. لك لا، اللي هنيك كلهم نباتيين ما بيأكلوا الحيوانات. رح عد لثلاثة نهاد. وقفي وهيبة، رح أقول لك شيء قبل ما تعدي. عثمان ماله هون، ما فيني اترك المحل، لكن بنحكي بعدين على رواق وبهدوء. يا عسل انت. يا حبة القطايف. يا سكر عمري المدبب. يعني معقول زعلان؟ ما بتزعلني ما؟ لا. طيب معناها ناطرتك هنيك. تمام. 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 خلص حبيبي بلا التصوير. ايه؟ بلا التصوير كله. منيح. بلا. باي.
باي. واخيرا. لا لا. جيجي انا عم فكر بالوان فريش، خذ هذا لنجربه على الممثل. ماشي. شو هاد جيجي؟ اتركه، خذ هاد. شو رايك تترك هاد جيجي وخلينا نجرب هاد على الموضه اكثر؟ ايه منجرب هاد. طيب جيجي اكيد ما رح تاخذ هاد بدل اللي انا اعطيتك اياه. مسك لشوف. شو هاللون؟ معقول تلبسي الممثل هاللون الغامق بيوم صيفي؟ بس مو غريب على مرة مثلك عندها روح سودا مثل روحك. يلا امتصي كل طاقتنا الإيجابية، يلا لشوف. وهي الموضة برأيك؟ شوفوا لي مفهوم الموضة عند الست دارين. أنت بدك تفضحينا ولا شو؟ ما في فضايح أصلاً بعد فضايحك حبيبتي. أصلاً الناس اللي ما عندهم حياة بينفضحوا بالعادة. نفسي بلش يضيق كثير، خليني روح قبل ما تجي النوبة. واقف جيجي، هذا الشغل كنت اشتغله لما كنتي تصوري لي الوراق. هاتي من ايدك لشوف. في شيء اسمه كارما بالحياه. هلا دوري انا اختار الانسان. شو دخل الكارما فيك؟ اتركي من ايدك. اتركي من ايدك يا علي. انا رح اختارك وهذا مشروعي. مش عندك زول، لا تتدخلي بشيء. انت اللي اعطيني اوامر. اتركي، هذا شغلي انا اللي رح اختار. ايه بكفي بقى، بكفي جنان. شو سويتوا؟ شقيتوا القميص، مخيطوا بيدي، اطلعي علي قليله الادب. انت كمان تصرفاتك بلا خجل، ضليتوا تشدوا وتتخانقوا مع بعض لشقيتوا تعبي ببساطة. إذا هيك ما رح أعطيكم قائمة الكاست لتنشأ بجنانكم كمان، قليلين الأدب. شو هاد، لا ذوق ولا أخلاق. يلا يلا حاجة خناق. لتهدأ أعصابكم رح ساوي قهوة. يلا بالإذن. شو ساويت أنا؟ العمى بس عصب، ما عاد عم شوف قدامي. شو هاد؟ لك معقول أنت عم تعصب على مدراءك؟ شو جنيت؟ رح أعمل قهوة منشان تروقوا وتهدوا أعصابكم. عجبني بس الصراحة حسيت فيه. أنتوا اثنين طالبينكم بقسم الإبداع، روحوا لعندهم بسرعة. أخ لو لايك أنتوا أكلتوا بهدلة. ريهام في شي بدك تقولي لي اياه؟ الابنو؟ لك ليش من الصبح وانت عم تطلعي علي؟ انا طلعت؟ ايه انت؟ خلصت شغلي وما عم اطلع على شي معين، اجت عيني بعينك. طيب بالغلط يعني. تعي فوتي على مكتبي. بضل هون احسن. ريهام لو سمحتي، بير فافوري. بير فافوري. بير فافو. عادي هون ريهام. مرحبا بولين. أهلين ريهام. هذا اللي حضروه الرسامين مشان صالة العرض، بدي اياك تدققي فيهم لنشوف أي تصميم منهم أقرب للي ببالك، وبعدين منطلع سامر على التصميم. على الأغلب ما بدك سامر هو يلي يختار. طبعا أنا رح أختار مو سامر. صدقيني سامر شاب مرتب وذكي كتير ريهام. امبارح كنتوا كتير قراب من بعضكن وحسيتكن اتفقتوا، فحبيت خبرك رأيي فيه. أكيد قضيتوا وقت حلو سوا. ليلي ارتحتي؟ ليكون حب جديد عم يولد. إذا صار شي بيناتكن خبرينا تمام؟ مين بيعرف؟ مين بيعرف جانبك؟ حب جديد عم يولد ولا حب قديم عم يرجع؟ والله هاي الحياة. هلأ ممكن تطلع على التصاميم؟ ضروري. جان؟ لساتك موجوع؟ أحسن، خف الوجع شوي. المهم تنتبه على كتفك بعد هالوجع هاد، لأنه الحجار اللي بين إيديك بتساعدك لحد معين، لا تنسى هالموضوع. كنتي مبسوطة لأنه شاركك إلك قصة الحجار، ما هيك ريهام؟ كأنه حاكية لكل الناس. عن جد أنتي هبلة. آخ كأنه رجعت لك الحساسية؟ رجعت؟ لا على فكرة بالعكس راحت، صار عندي مناعة على الأغلب. أنا نسيت الشاي، وقت طلعت لفوق تذكرت رح جيب لك شاي. لا 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 شوفي التصاميم هلأ وأنا رح جيب الشاي. ارتاحي أنت، جيب لك كاسة؟ ما بدي شكراً لإلك. بولين قهوة؟ لو سمحت. يعني جانبيك هيك الشاي شغفه دائما، ونحنا مشانه بالذات
صرنا نشرب شاي بالشركة. قال لي مجرب كل الأنواع، الشاي الخمير والشاي العادي. بوقتها كان عم يحكي لي عن الشغلات اللي هو بيحبها. إيه تخيلي، حافظ أسماء كل أنواع الشاي. بتحسيه من البحر الأسود؟ لا ريهام، هو ما له علاقة بالبحر الأسود. سافر على كل بلدان العالم، بس على البحر الأسود مرة كان عمره 4 سنين. هالحكي ما بعرفه، ليش راح؟ ليش؟ راح مع أهله وهنيك ضاع بالضباب، ضلوا ساعات يدوروا عليه وما لقوا. صار عنده فوبيا من الضباب بعد هالحادثة، والشي اللي منيح إنه عايش بمكان ما بيصير فيه ضباب. المهم جان رجال كتير غريب، وأغرب شي فيه إنه ما بيقول أسراره لأي شخص، بس إلي مبلا. وبصراحة أنا مشان هيك تفاجأت إنك بتعرفي هالمكان الخاص اللي أخدتيني عليه، وأنا ما بعرف. هي القصة بالصدفة، لأنه كان جان بيك وقتها عم يحمد صور لحملة وكان عنده كم شغلة، واضطريت إني روح لهنيك. مفهوم. قلت لك ما بدي. معلقة سكر واحدة. يعني مو نسيان، يسلموا. صحة وهنا. جان بيك، أنا ما عم استوعب هون. ليش؟ عادي، لأنه أنا ما عندي لابتوب، لهيك ما حقدر أشتغل على التصاميم. بشتغل تحت، رح أخذهم معي. تعرف شو؟ رح أشتغل على اللابتوب وبخلصهم على السريع. أوكي صحة. على قلبك. وهبة، شو هاد اللي حامله جوزك بإيده؟ شو بعرفني أنا؟ مو مبين معي. ليكي ليكي، هاي زبرجة تركم. ما بيخربوا، بحطوا بالبراد. كأنه جاي لهون وهبة. تمام خلص، عندي ما يهمك، عمي رح تير بالي. نادي لها نفهم. مظفر تعال شوي. بس هلا بيخربوا. تعال شوف، تعال. يلا تعال ابني، قرب. شو هدول كلهم؟ اوف، انكسر ظهري. ما توخزيني مرت عمو، بعرف انتبهتي لي فايت على بيتك بدون ما اخذ اذن منك، بس هي معي المفتاح، مفتاح بيتك بايدين امينه، ما ينشغل بالك ابدا. مظفر شو هالاكل؟ بعدين ليش فايت فيهم على بيتي؟ وليش معك المفتاح؟ والله العظيم انا ما عم بفهم شي بنو. لك يا ابني شو هدول؟ خبرنا. بس ثانية، أنا مستحيل خبي شي، رح أقول بصراحة. بس شو المشكلة إذا مفتاح بيتكم معي؟ مو أنتي دائما بتعامليني على إني ابنكم الصغير، وأصلا أنا رح كون ابن العيلة بعدين؟ هديك المرة صار سوء تفاهم مع عثمان مشان قصة ريهام، وقتها لمت حالي كتير وزعلت من يلي عملته، وعرفت إني الغلطان، وهلا أنا وعمي عم نشتغل شغل جديد مع بعضنا. أنا صرت رجال شغيل، شو رأيك نرجع لموضوعنا الأساسي هلا؟ لما أجينا كعيلة وطلبنا ريهام قلتولنا رح نفكر، فكرتوا شي؟ ما فكرتوا لسه ما؟ مظفر حاج تحكي لعيت اللي قلبي. جاوبني، هالأكل ليش مودي على بيتنا؟ فهمني شو عم تعمل انت ونهاد؟ هالأكل مشان موقع التصوير، حضرناه كله مشان التصوير. انا وعمي فتنا بمجال الاعلانات مثل الصاروخ، وصرنا مهمين يا مرت عمو. البراد بمحل عثمان ما كفى كل هالأكل، فقلنا بنحطه عندكم بالبراد تبع البيت. ما بيصير يخرب الأكل، هدول نعمة ولازم ندير بالنا. وهلا يلا بخاطرك. يا الله دخيلك. وهيبة معزز لا تاخذيني. اجيت ابصر. عادي ميرفا، شو هالحظ الزفت؟ مرحبا. أهلين جان بيك. زبطت الأمور كلها تقريبا، وهلأ عم أعمل قائمة الأسعار ورح أخذ لعند دارين خانم ونسخة لك. أنت بالعادة بتجي بتعدي هون بتشتغلي لحالك لأنه ما عندك لابتوب، ما هيك؟ أنا هيك فهمت. إيه صح، ذكرتني مشان الرطة. هيك كنت عم أقول، هاد أكيد بينفعك، أنا طلبته إليك خصيصاً من المستودع. شو هاد؟ يا الله جنبك، كنت عم أتعب وأنا عم أطلع وأنزل لهون،
طبعا رح ينفعني عن جد، شكرا لك. انا شو عم ساوي معك؟ هي بسموها ضمه ما لها اسم تاني، انت هلا ضممتيني كاني سالت حالي بصوت عالي. يعني كان صوتك عالي شوي لهيك جاوبت ايه كان عالي. ايه اوف، انا ليش بحس هيك معك؟ ماشي ماشي. طيب معناتها هلا اللابتوب صار إلك. تمام خديه. خلص شكرا. خديه لكان. وتعي لعندي. في ملفات بده اياهم سامر على السريع مشان نشوفهم مع بعض ونشتغل ونخلص كل شيء. امرك. انت يمكن حكيتي مع سامر بالشغل واتفقتوا على التفاصيل، يعني انا ممكن حل الموضوع معك هيك بظن. لا ابنو، ما حكينا بهالموضوع انا وسامر. ما حكيتوا؟ يعني شو 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 حكيتوا بالضبط مع بعض؟ شو الموضوع يلي حكيتوا فيه؟ ما حكيتوا؟ ايه صح، ما سألتك لهلا كيف كانت ليلتك مع سامر؟ هذا شغل اللي عم نحكي عنه؟ لا. تمام، ممكن تعطيني الربطة تبعي؟ لك شبك علقتي بدك اياها للربطة؟ ليش يعني انت شو دخلك فيها؟ لك كيف شو دخلني؟ مصرة انه هالربطة الك، شو هالحكي هذا؟ جامبيك اعطيني اياها. انت ما دخلك فيها. لك شلون ما دخلني؟ انا لقيتها وما لها صاحب، فخلص هي الربطة صارت الي. جامبيك اعطيني الربطة تبعي. اذا فيكي خديها، اذا قدرتي توصلي لها خديها. لو سمحت. هذا ريهام قلت لك اذا طلتيها خديها. خلص خديها ليكا. بوصل لها وباخذها. خديها يلا. رح طولة. شو هالقصة؟ ما في شي سهل بهالشركة هون. برافو أخدتيها، برافو. ارتحتي هلا؟ جامبيك أنا عم أطلب الربطة تبعي مشانك مو مشاني. لونا بناتي وكل الموظفين بيعرفوها، كنت حطها على طول. يعني بولين إذا شافتها كيف حتفهم الموضوع؟ بولين شافتها وما في أي مشكلة أبداً، لا تهكلي هم بولين بهي القصة. كيف يعني؟ أهلين بولين. مليت وأنا عم أشتغل فوق، فقلت بيجي بتفرج شوي على المجلات تحت. إيه كتير منيح. أنا رح أطلع لفوق، عندي اجتماع. بشوفك. عم بحكي معك بولين. هلأ بلحقك. الله معك جنبك. باي. وين المجلات ريهام؟ ليكن المجلات بهديك الزاوية. لقيتيون شي؟ ايه مشي الحال. تمام. شو نساوي؟ برأيك أحسن نحطهم فوق؟ مظفر، أنت عم تحكي معي ولا شو؟ يسلموا إيديك يا أمي، والله أبدعتي. الله يسلم إيدينا أنا وإياك يا ابني. هات لقلك. بس دقيقة، أعطيني هاي بالأول. ميسون، فهميني شو عم تساوي بالمطبخ تبعي؟ لك مو هذه كل مرة قلعتك من مطبخي؟ شو عم تساوي بالمطبخ تبعي؟ شو جابك؟ على أساس أنا مبسوطة بالجاية لهون، كله من ورا شغل جوزك، شو دخلني أنا؟ الله يسامحك يا أمي، مو بس شغل عمي وأنا معه كمان بالشغل، هذا شغلنا مع بعض. وقف وقف ابني، بدي حطه على الرف اللي مسحته لأنه الباقي كله وسخ. بهدولة! خلصنا! هذا برادي، ليش عم تفتحي أنت؟ أنا بعمل مقبلات جوزي بإيدي، شو دخلك بجوزي وبرادنا؟ مقبلات جوزك لكان، أنا اللي عاملة هالمقبلات بيدي، أنا حضرتهم ولحالي، كلهم شغلي، هدول إلي فهماني؟ ورح ياكلوا مقبلاتي بموقع التصوير. خلص طولي بالك، شو أنت وشو هي؟ هاي المقبلات إلنا كلنا، لأنه الشغل لإلنا بالنهاية وهذا الشغل للكل، بعرف ما بينشبع مننا بس خلينا نروح أحسن، رايحين عن إذنك. وهيبة لا تحطي أكلة البندورة برا البراد بتخرب. يا الله شو مكان صار لشي مظفر. يلا لك اطلع. وهيبة عن إذنك برت عمو. والله المرة صار لشي لك وهيبة. ويصر الله، يعني شو دخلك هي من بقية عيلتك؟ ليلى ليكي هون في غلط، عامل اتفاق سنوي بتخفيض مع شركة إيشيك، تأكدي بالله. يلا رح أتأكد فورا أمير بيك. إيشيك؟ إيه مزبوط، القيمة مختلفة. شلون بتحفظ كل التفاصيل؟ ما شاء الله، مستحيل كون مثلك. شغلنا كله تفاصيل أصلاً، ونحن منزيد أرباح الشركة، يعني نحن أبطال خلف الكواليس.
أمير بيك، شفت ألين خانوم إجت لهون. إيه شفتها. أمير بيك، إذا ما بدك تقابل ألين خانوم بقول لها إنك مشغول وإنه عندك كتير شغل، وبسجل كل ملاحظاتها مشان ما تفوت لعندك. لا ما في لزوم، أنا وألين التقينا من قبل. ما يهمك، شكراً لك. أكيد مثل ما بتحب حضرتك. أنتي عم تعترضي لأنه أنا اللي اقترحت وإلا كل الأمور كانت ماشية طبيعي. أنتي ما عم تشتغلي دارين بس عم تزعجيني. حاجة تتحججي فيني. تصرفاتك نفسها ما تغيرت كل هالشلك علي. طيب. ألين، تجهيزات خلصت، فينا نشوف الشكل الأخير للملف؟ لا والله للأسف، لأنه لهلأ ما عم نتفق على بعض الأمور. مثل شو الأمور اللي ما اتفقتوا عليها؟ دارين عم تحاول تخلق توتر مع أنه ما في داعي أبدا. احنا بهيك من هلأ ألين، هون ما في مكان للخناق، هذا الشغل مشترك، لا تخلوني أعصب وأتوتر أكتر، تمام؟ بعد ربع ساعة بدي أشوف الملف عندي. إيه تمام، أنا حضرت لكم ملفين. هاي نسخة لحضرتك ألين خانوم، ودارين خانوم هاي نسختك، تفضلي. وهيك منشان التصوير كل شي جاهز، ضل ثلاث شغلات ما اتفقتوا عليها، الأزياء، الشعر، والممثلة. دارين لا تطولي كتير بالتفكير، الإنسان اللي واقفة قدامك هلأ خبيرة موضة. إيه خلصنا عن جد، أنا مليت، شوفي كيف عم تزعجني، راسي وجعني. خلصنا بقى، أنا إيه الأزياء مثل ما بدك، بس ما بسمح لك تقربي على الستوري بورد لأنه هذا اختصاص فريقي أنا. وفيكي تختاري الممثلة إذا بدك، رح تفوت ببداية الفيديو تحطها صير فواكي وتطلع، فما عندي مشكلة تختاريها، المهم ما نقرب على بعض. صور الممثلات تفضلي. كنتي تقولي بدك تكوني ممثلة وقت كنت هون، لسه عندك هذا الطموح؟ لا أكيد أكيد، ولساتني متفائلة إني رح صير ممثلة. شو رأيك تكوني بكرة أنتي الممثلة؟ معقول أنا؟ اللي بتكون حاملة إني أنت العصير؟ ما عم صدق، هذا مثل دور البطولة. ألين خانم ما بعرف شو بدي أقول لك عن جد، شكراً إلك، لكن رح روح أدرس تاريخ الشخصية وحللها. أوف لوريس، فيكي تخلي موظفينك يكونوا ممنونين إلك دائماً عن طريق تحفيزات صغيرة مثل هاي دارين. رح أعتبر أعطيتك درس فري. عصبوني بس الحمد لله تركيزي وإدراكي عاليين، بعرف كيف أتصرف، واثقة من إمكانياتي. عفواً منك أمير بيك. ألو أمي؟ آه يا ليلى، حذري أبوكي من مين طلب يعمل المقبلات تبع موقع التصوير بكرة؟ عثمان المسؤول. بالله؟ إيه بعرف، طلب المساعدة من ميسون الموسوسة، لأنه عثمان ما بيلحق لك. معقول؟ جلطني. طيب ماما وين المشكلة؟ بالله ما في مشكلة أبدا، بنات التنتين بهي الشركة، يعني ليش مو أنا اللي أعمل المقبلات؟ ليش الموسوسة هي اللي تعمل المقبلات؟ ماما جيجي هو المسؤول عن هاي القصة، أنا ما بعرف على شو اتفقوا. تضربي أنت وياه. طيب هلأ إذا المرة عملت الأكل معقول نكبه مثلا؟ هدول في قائمة فيهم، خلينا هالمرة نمشيها والمرة الجاية أنت بتعمليهم، لأن ما عاد في وقت. مبلا معنا وقت، ورح تشوفوا كلكن شو بدي أعمل. شو بدها تعمل يا ترى؟ يا الله. مشي الحال وهي تحمل بروجرام الايجنسي على لابتوبك، صار فيكي تشتغلي براحتك ريهام. شكرا لك. بحس بصعوبه بالشغل على اللابتوب، لو في آلة كاتبه كنت خلصت الشغل بسرعه كبيره، انا شطوره على الآلة الكاتبه. عن جد انت كثير مختلفه ريهام، يعني هيك عندك جنون وافكار حلوه وغريبه. خبرني امير انه عندك ذاكره بصريه قويه وبتتميزي فيها. وجان قال لي شكراً بس بالغوا شوي. سؤال صغير، أنت وجان بيك تصالحتوا كأنه، يعني أنا هيك لاحظت المشاكل اللي بيناتكم كأنه انحلت؟ يعني نحنا قلنا مع بعض وقت كتير طويل عرفتي، بس
مشكلتنا الوحيدة إنه بعاد عن بعضنا. وطبعاً جان شو ما عمل وقد ما لف ودار حيرجع لي، بس هالمرة أنا ما تحملت فقررت أجي أنا وهيك. منيح أجيتي بس نسيتي طيب تلبسي. أنا رح أطلع لفوق ريهام، حابة أتعرف عليكي عن قريب أكتر. لما تلاقي حالك فاضية منتغدى لحالنا أنا وياكي. إيه بولين، وأنا بتمنى. اتفقنا، يلا يعطيكي العافية. شوفك. أوكي. صايرة كتير متحضرة يا بنت، بدك تطلعي تتغدي مع حبيبة الرجال اللي بتحبيه ويجي جنبك كمان واطلبوا سوشي فرد مرة. ما بدي اسمع صوتك. الحقيقة بتوجع يا ريهام. ولك وليه سدي بوزك بقى. شيكتي ميزانيات التصوير؟ تأكدت منهم مرتين أمير بيك وكله تمام. ممتاز، برافو عليك. فيني أدخل؟ ليلى، شكراً لك، منكمل بغير وقت بعد إذنك. حاضر أمير بيك. تمام. ما شفتك اليوم أبداً. على فكرة مشتاقة للشغل هون. طاقة الشركة الإيجابية على طول حلوة. واضح أنك اشتقتي لهالطاقة. بتقدمي عرض لجان بلا ما أعرف بالموضوع. صراحة أنا أجيت لعندكن مشان أحكي معك، بس لما شفت جان قدامي وقتها حسيت بالذنب وطلع الحكي مني لا إرادياً. عم تخيل كيف خططتي للقصة. هديتي جان شغل كبير للسيارات، بالمقابل قدرتي تفوتي على الشركة. فكرتك ذكية. أمير، إذا علاقتنا هالفترة متوترة مو معناتها تلاقي سبب لكل شيء عم أتصرفه. أنا ما رح ضل مستقرة هون، رح أجي من فترة لفترة، ووجودي هون مشانك. هاي ليكني قدامك، شوفيني. بس ما بيكفيني هيك بنوب، أنا بدي إياك جنبي على طول، بالبيت وبالشغل وبالشارع، مستعدة أعمل أي شيء لتسامحني. اللي عم أعمله مو مشان جان، مشانك أنت. مشاني أنا؟ مشاني مو هيك؟ ومشاننا. فيك تصدق وفيك ما تصدق، خلقنا لبعض وحنضل هيك، مستحيل نفترق. بشوفك بكرة جاي على التصوير؟ رح حاول مر. يلا في عندي شغل. لكن نحن جاهزين مشان التصوير. جيجي ما بدي مشاكل مشان الأكل، معتمدة عليك بالموضوع. اطمني دارين خانم، وحتى جهزت سيارة فيها براد للأكل. آه شي رائع. حلو. طبعاً حكيت مع الزبون ورح يتصل مشان بكرة. ليش لحتى تحكي لحالك مع الزبون ألين بدون ما تخبريني؟ شو يعني صار المشروع كله لإلك ونحن طلعنا برا؟ مين مفكرة حالك؟ شوفي قديش الساعة ولهلأ ما اتصلتي، غلطك. هاد الزبون مواعيده دقيقة. في بيني وبين هذا الزبون علاقة كتير قوية ألين، بس بعرف منيح أنت على شو ناوية. بتبعدي عن هذا الزبون تبعي أحسن ما نتفك، عم تفهمي؟ وهالمرة ما رح أرحمك أبداً. منلتقي بموقع التصوير، يلا بشوفك. طلعي طلعي بأي وقت بتحبيه يا خانو. طلعي 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 طلعي. الله معك. طلعت ومشي الحال، الحمد لله. خلاص أنا بدي نتفها لهي المرة بالزرعة، ممسك أعصابي. دارين خانم طولي بالك، بدي أقول لك شغلة، بس في مشكلة. شو الفروتاريان؟ هاي الكلمة كيف بتقولوها؟ فروتاريان. فروتاريان. اللي حابب أقوله إنه لو بلا ما نجمع الفواكه من الأرض، يعني منقطفهم من الشجر أو منشتريهم، ما حدا بينتبه. طبعاً بينتبهوا جيجي، إذا الزبون طلب فواكه وقع من الغصن معناها منجيب بالضبط مثل ما طلب. يلا روح دور تحت الشجر وجيب فواكه. أكيد. هي الطلبات ما فيها أي نقاش. إيه طبعاً هالطلبات ما فيها نقاش. إذا هيك بده بدنا ننفذ. دارين خانم، عملت الاتصالات وعملت قائمة الأسعار وبعثت الإيميلات وهيك خلصت طلبات حضرتك. شاطرة كتير يا ريهام، شايفتك متحمسة على الشغل اليوم. شوفي ما أحلاكي، ما حاولتي ترجعي تستقيلي، ومشكلة هالقد قدرتي تحليها، برافو. إن شاء الله تضلي بهذا الحماس عطول. لك شو ما بعمل مو عاجبة لهي المرة، شو بدها مني يعني؟ هي المخلوقة عقلة مو معها، الموضوع ما دخلك فيه، ما تهتمي بنوب. جيجي هلأ أنت عن جد حلت موضوع الأكل؟ طيب لمين عطيت القائمة؟ عطيتها لعثمان. هاد ريهام، لك اللحام عثمان. هذا اللحام ما غيره عثمان اللي اللحام الخاطب اللي بالعادة بيحط هذا الخاتم بإصبعته. وطبعا بيشيل الخاتم وقت يشتغل باللحمة، بيبيع لحمة للحارة لأنه لحام. هذا هو عثمان. شو ظريف هالرجال. ما بتعرفوا آخر الأخبار؟ أكيد لأنه ما خبرنا حدا لسه. انفصلوا ريهام وخطيبة. خلص فسخوا الخطبة، تركته خلص.
بس ليكي لوريس، ما بدنا حدا هلا يعرف بالموضوع لانه لسه ما خبرنا حدا. ليش موضوع مثل هذا بيتخبى؟ يعني رح تنكشف القصه حتى لو انا ما حكيت مزبوط كلامي، ما هيك؟ فالاحسن انه انا خبره. خبري الكل. اسمعوني يا جماعه، ريهام وخطيبة تركوا بعض. ايه هذا اللي صار. اهم شيء تزقفوا انبسطتوا ما؟ ايه بينبسطوا باي شيء، لانه اغلب اللي موجودين ما عندهم قصص حب، فما بتفرق معهم هيك قصص. بقصد وقت الخطبه بيزقفوا، وقت الانفصال بيزقفوا كمان عادي. طيب خلصنا، برأيي حاجتك اليوم سكره بقى، ريح حالك. أنا رايحة لعند أمي، وعلى الأغلب إنه نام عندها. إيه ماشي. فيني عزبك وأقول لك توصلني؟ وإذا ما كان عندك شي فينا قبل نشرب قهوة سوا. منروح. طيب جان، أظن هلأ كل شي جاهز. إذا بتحب فينا نرجع نتأكد من الستوري بورد مع بعض. دارين هلأ ما بقدر لأنه لازم أوصل بولين. لحظة استني. خلص ليكي بعتيلي قبل ايميل، المسا بشوفه على رواق. مسكي. اوكي مو مشكلة. هو هي بولين ما عجبها تجي الا اليوم؟ كانت توظف شوفير يوصلها. حكيتي معي دارين خانو؟ لا ما حكيتك لوريس، قولي كلمة تانية وبفش كل خلقي فيكي وبخليكي تزعلي مني. يا الله منا، شو صار لها؟ شو حكيت؟ شو خير صاير مشكلة؟ شوفي لوريس؟ لا بس ريهام انفصلت عن خطيبة ولهيك مجتمعين. اها. لحظة، ليش ريهام كانت مخطوبة؟ ودغري مع سامر؟ فظيعة، برافو والله، البنت كتير سريعة. نمشي؟ طبعاً. أيوة يعني ضايق أنا بعد آخر فترة، وكان صعب إنه نتفق مع بعضنا. مو بيقولوا أول ست شهور بالعلاقة بتكون فترة تجربة؟ بقى نحن جربنا وما زبطنا، غير هيك صار توتر وخلافات بين العائلتين كمان. تخيلوا قديش تعذبوا بالعلاقة. طبعاً اركض وراه يعني. طيب يا جماعة خلص وقت الأحاديث الجانبية. يلا يلا بنشوف. جان بيك، انا جبت اللابتوب ورايحه على مكتبك مثل ما طلبت. هلا الوقت تاخر ريهام، لازم اطلع، ابعتي لي الشغل على الايميل. تمام، الله معكم. بشوفك. بشوفك حبيبتي. بشوفك بولين. اصلا انا كان بدي هالموضوع ينتهي. بس خطيبك حلو ولا خساره؟ شو رأيك نرجع؟ بصراحة مرعوب. مالي مرعوب، غلطت بالوصف، أنا متوتر. تعي نرجع. لك شو هي نرجع؟ أصلاً المرة معنا هو، المهم ما حدا يشوفنا. يا جماعة، يا حبايبي، يا رفقاتي، أنتوا لوين رايحين؟ نحن فايتين على مزرعة ناس بدون علمون. آخر مرة فتت فيها على مزرعة كان عمري 13 سنة. إي والله العظيم، الخالي رجاء لك تشقفنا لأنه فتنا على مزرعته وما رح يهمها شي بنوب. ليك موزو، قلت بدك تساعدنا وإجيت. خلص شبك، يا نزل يا رجع. زبرجد شو عم تساوي؟ هلأ كل الناس بيشوفوك على السور، نزل لتحت. مين زبرجد؟ أخي جيجي، كم مرة رح نحكي بالموضوع؟ أنا اسمي مظفر، كم مرة لازم أقول لك؟ إي بس ريهام هيك بتقول. إي ريهام غير وضع، ريهام بتقلي شو ما بدها، وحتى فيها تقلي حبيبي إذا بدها. إن شاء الله وقتها رح تقلي حبيبي. يا أخي شو هالجنان تبعك؟ ليش لأقول لك حبيبي؟ إذا بعبر عن حبي رح أعبر لجيهان، لأنه جيهان بنت، يعني حتى لو اسمها زبرجد مو مشكلة بقلها. ماشي؟ نزل. خلص موزو، يلا نزل بقى مشان الله، لسه في عنا كتير شغل. تمام جايكن. لك كيف نطيتوا من فوق هاد؟ يا بنتي كيف مرقتي؟ كيف ما عم تحرك عم تشوك؟ كأنه ما في فواكه على الأرض. أوف، ورح نستنى الفواكه لتوقع؟ يعني ليش ما نقطفها ونريح حالنا؟ لك رح تجننيني وهيبة، يلا قولي. إلي ساعة هون وما فهمت شو مساوية، مشان الله أحكي. حضرت المقبلات ودمرتها للموسوسة. يعني قصدك دمرتيها لميسون؟ عن جد أنا مالي فهمان. إلك ساعة عم تعملي نفس المقبلات يلي عملتهم وعم تحطيهم هون. بابا شو الموضوع؟ ما بعرف بنتي، الظاهر أمك عملت سباق تحضير مقبلات. لا تلمسوا شيء، ممنوع حدا يمد إيده. بعد شوي رح يظهر الحق. بعد شوي رح يظهر الحق؟ كيف يعني أمي؟ نحن ما عم نفهم، شو اللي عم تقولي؟ رح خبركم بنتي، بهذا الطرف مقبلات الموسوسة، وبهالطرف مقبلات أمكن يلي بيحبوها كل الناس، وهلأ بنكتشف أي أطيب. خلينا يا بنات نقرر. يلا شوفوا. لا هي لا حدا يلمس شي، لا تقربوا. شي طبيعي انتو عيلتي وتحبوا الأكل من تحت إيدي، وحكمكن ما حيكون صح، لازم يدوقن شخص محايد وبحب الأكل. محايد وبحب الأكل؟ إيه.
إن شاء الله ما تكوني جايبة حدا من برنامج طبخ ليدوقن، لأنه بس بدك شي بتعملي أنا بعرفك. ها إجا افتحي الباب. لك والله يا أمي ملينا من هالخناق كل مرة، رح أفتح الباب وروح على الشط وعمري ما آكل أنا. رح أملك أكل بنتي إذا صحلي أنا آكل طبعاً. واقفي حطي من إيدك بس هي. نزليها أحسن لك. شطورة.